السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك. ما هو سر دنيا باطمة ليكم الإجابة؟ السر هو اللون الأسود، هو رمز الحظ والأناقة والجمال. في كل مناسبة لبسته جلب لها الحظ المبهر. وأيضا تعتبره رمز الإناقة والجمال والرقي، فهو يبرز جمالها وأنوثتها مما يجعلها كلميرة. لقد كان هذا سر دنيا باطمة بارتداء اللون الأسود الجميل، فهي ترتدي اللون الأسود في سهراتها وحفلاتها. ليكم صورها بلونها المفضل.